مباراه وداديه زعما كبيره، وكنتمنى من الجماهير يكون ماتش زعما ما كاين لا فوضى لا نجوم لا تهلاف لا والو، داكشي تخونكيل يكون نفس رياضي زعما مزيان ان شاء الله باذن الله. كنتسنى التشكيله ديال الموتى شنو غتخرج لينا من ناحيه التشكيله، ما كنتش خلي الناس تتفرج عليك. انا متفرجه كنبغي نتمتع بالماتش ديالي، نتفرج المباراه، نتمتع بالجمهور اللي هو زعما اول حاجه كنجي نتفرج فيها كيعجبني الجمهور. ما حمراء وبيضاء كلموا سلا حتى للقمر، سلاك سلاك عالمي ناولة أمة وخرم سلا أبو حمرون حيث كان ديروا الغمة وكنا شعرنا الكبير والله الوطن المالك سمعنا الكلام القبيح الإخوان نادي الولاد البيضاوي عادوا 22 بطولة الإخوان عادوا عصاب وعادوا كأس العرش وعندوا تخرميزة وعنده والد الركراكي وعنده سعيد الناصيري وعنده عم موتى وكاين الموتى اوكي؟ شويه ولكن عنده خطى واري الحمد لله اللي كيفرغ هذا وكتصوب دابا كاينه اللعابه وكل شيء غيدخل دابا كثر الشيء كل شيء غيدخل الحمد لله ديما ويدان المهم عندنا هو ما يكونش الشغف تعادلوا ولا خسروا يرضاو بالو ريزيلتا وصافي هذا هو المهم عندنا أخوي الجماهير غدا غنشوف شي واحد جوج شي فوات مفرقعين بزاف خصوصا ديال البحمراون إن شاء الله ديما حنا راه ديما ديربي ماريا شحال هذيك الشراب ديما مورا الفرحة ديما تشعل الفرحة ها هو عمو تخرج معنا ودخل في التشكيلة اللي كنطالبوا بها حتى حنايا ما حدش باعوش ومترجي اسماعيل ومنتوش اللعاب راه عندو تشبيه ويبقى شي يمرض عندنا ويرجع يلعب طاكتيك ديال الوداد راه فرقة راه عندو لعاب وهاد اللعاب راه هما الوداد باش دات عصبة داك العام ان شاء الله غنربحو كثير بنتيجة 2-0 فرحان يلعب ستوب فورة الماتش هذا راه ما دخلش فرحان ها طفل التلفاز هي ودادي تفك التلفاز والله هذا الشيء اللي كاين اخويا انا نشجع ودادي كبير ونفس الحال ان شاء الله باش نوض كثير بيدو في احسن دورو لان كثير بيدو في احسن كثير بيدو في العالم كثيرو في 10 الاوائل ان شاء الله الفريق باش نوض فوز فريق الوداد هما فريقنا الغالي وان شاء الله غنربحو كثير باش نوض من الجمهور هذا احسن ما عندهم في هذه المباراه باش نزيدو قدام الجمهور ديالنا.